منطقة جديدة باتت شاهدة على التغيير الكبير الذي تحدثه مشروعات الدولة على المستويات التنموية كافة نهضة كبيرة تشهدها حاليا قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي بالمنيا وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 15 مشروعات وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 100 مليون جنيه محطة جديدة يصل إليها قطار حياة كريمة بصعيد مصر هنا في قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا تحولت بها أحلام التنمية لواقع تلمسه بمجرد أن تطأ قدماك القرية وترى هذه المشروعات التي بلغت أكثر من 15 مشروعا بتكلفة تصل لمئة مليون جنيه والتي استهدفت تغيير وتحسين معيشة أهالي القرية التي حظيت بتشريف و زيارة الرئيس السيسي حجم هائل جدا 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 من المشروعات موجود على الأرض هذا الحجم متمثل في خمسين محطة رفع صرف صحي أربعة محطة معالجة أكتر من على مستوى المركز طبعا أكتر من ستة واربعين توسع أو مشروعات يعني توسع أو أو إنشاء جديد في الوحدات الصحية أكتر من واحد وخمسين مشروع للتربية والتعليم، توسعات في المدارس أو إنشاء جديد أهمية زراعية كبيرة لهذه القرية التي يعمل ما يقرب من ثمانين بالمئة من سكانها في الزراعة فجاء هذا المجمع الزراعي ملبيا لطموحات وأمنيات الأهالي ليضم مركزا للألبان بالإضافة لمشروعات طبية ورياضية وتعليمية وتكنولوجية وعلى رأسها مجمع الخدمات الحكومية الذي يسهل على المواطنين تنفيذ الخدمات المختلفة المجمع الزراعي فندم بيشمل الجمعية الزراعية والاداره الزراعيه وايضا وحده بطاريه لعلاج الحيوانات في الوحده البطاريه وكافه الخدمات التي تحتاجها الفلاح المصري موجودة في المجمع الزراعي فندم قرية المعصرة يا فندم قرية ريفية قبل المبادرة كانت في عندنا مباني في الجمعية الزراعية مباني متهالكة كان في عندنا مكتب التم مبنى متهالك أصبحت الآن يا فندم الوضع طبعا مختلف كل وجزئي كانت قرية ريفية عادية مهمشة حاليا اصبحت لو قلت محافظه هصدق في كلامي اصبحت مدينه مميزه او محافظه جميله جدا في عندنا كل الخدمات دلوقتي فندم موجوده من صرف صحي من غاز كل هذه المشروعات ستخدم وتغير حياة ما يقرب من ثلاثين ألف نسمة بالقرية ليعبروا بكلمات حب وحفاوة استقبال وترحيب بزيارة الرئيس السيسي ومبسوطين أن الخدمات دي كلها اتعملت في البلد و... وبنقول له معاك رئيس على اي حاجه انت تعملها تشرفنا يا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وشرف للصعيد كله وهنا في بلدنا بالزياده على المحصره الكرام كلهم تشرفوا بحضور السيسي النهارده وبالشغل اللي عمله هنا وحياة كريمة والحياة اللي عملوها هنا. وتستمر مبادرة حياة كريمة في تنفيذ مشروعاتها بمحافظة المنيا في المرحلة الأولى التي تضم خمسة مدن بعدد مشروعات وصل لثلاثة آلاف وأربعمائة مشروعاً في تسعة عشر قطاعاً خدمياً بتكلفة تصل لثلاثين مليار جنيه لخدمة ثلاثة ملايين مواطن. بالقرى المستهدفة هكذا تعود محافظة المنيا وتؤكد مجددا أنها عروس الصعيد خاصة بعد الانتهاء من هذه المشروعات التي تعد بمثابة عرس تنموي تحقق بإرادة وإدارة سياسية قوية تؤكد دائما أن رؤية وفلسفة الدولة هي أن يتمتع المواطنون بحياة كريمة من قرية معصرة ملوي بالمنيا محمود جميل التلفزيون المصري